اليوم عندنا حق تمرين البيطان، اغلب تمارين البيطان لما تسحب الايد صايره بهذا الشكل يسمونه اكسترنال روتيشن، يعني لافه بهذه الطريقه، فانت تسحب دائما بهذه الطريقه، ولكن اليوم راح نسوي مو اكسترنال روتيشن، راح يصير انر او اسمه روتيشن، راح تحط ايدك بهذا الشكل، مو بهذا الشكل، بالطريقه هذه، وتسحب لاسفل وتصعد باستخدام هذا الجهاز اللي هو حق الغطس وحق البيطان بمساعدة الأوزان. هذا الجهاز وايد ممتاز، تقدر تسويه بهذه الطريقة، تخلص من الجهة تروح الجهة الثانية.